هذا رسم الشكل اللي عندكم ديال التمرين. صحيح ديال الفرد المنزلي. المعطيات M1 0.1 كيلوغرام، M2 0.5 كيلوغرام، عندنا F 3.7 سنتيمتر، عندها جي دلتا، عندنا جي 10 ألفا 30 درجة، وعندنا قوة ديال الاحتكاك بيتي تاف كتساوي 0.5 نيوتن. نعم، هذه هي كل المعطيات. نعم، اولا عند اللحظه تي كيساوي تي ا كيساوي صفر، ينطلق الجسم اس واحد من نقطه ا، يتحرك باحتكاك مع المستوى بي ليصل الى النقطه بي عند اللحظه تي اس تي بي عفوا 0.12 ثانيه، حيث يقطع الجسم اس واحد مسافه ا بي كتساوي دي، بينما ينزلق اس جوج فوق المستوى المائل بدون احتكاك. دراسة تغيرات سرعة الجسم اس واحد بدلالة الزمن اعطت المنحنى الممثل في شكل جوج. شوفوا ضمن الوثيقة اللي عندكم، اولا دراسة اس جوج، دراسة الجسم الصلب اس جوج، مثل القوى المطبقة على الجسم اس جوج، ثم بعد ذلك بتطبيق المبرهنة ديال الطاقة الحركية. ناخذ واحد واحد. نعم، قبل ما نمثل خصني نشوف طبيعة الجسم. اس جوج في تماس مع المستوى المائل، وقريت في المعطيات السابقة بأن بدون احتكاك، بمعنى غادي ناخذ الرسم ديالي هكذا. دائما يستحسن أن أنقل الجزء المناسب لي للفقرة بوحده، لا أنقل الجسم بكامله. عندما أدرس اس واحد غادي ناخذ فقط الجهة ديال اس واحد. إذا عندي هنايا الجسم اس جوج،
وغادي نمثل القوة المطبقة. عم نخلي الألوان. إذا سأمثل الوزن A متعامدة مع السطح، وعندي تجوش نسميوها تجوش. هذه أ. مثل القوى المطبقة على الجسم أس جوج. تبقين لا بأس نشير بأن نتعامد هنايا، لكن سيظهر ذلك من خلال السؤال الموالي. متفقين؟ إذا هذا بالنسبة ما يشكل لنا حتى شي صعوبة، كل المعطيات متوفرة لكي يكون التمثيل صحيحا. شو الواحد جوج؟ نعم، بتطبيق مباراة الطاقة الحركية على الجسم أس جوج بين التي أو التي بي، عبر عن تدو عن شدة القوة ديال المطبقة من طرف الخيط اللي اسمها تي جوج بدلالة معطيات التمرين اللي هي دلتا الأس أم جوج والدي والجي ثم ألفا. بعد ذلك يطلب منا الحساب ديال تي جوج. نعم، إذا مباراة الطاقة الحركية تتعطينا دلتا دو دو سي كتساوي سيغما ديال دبليو اي. اذا غادي يعطينا، لاحظوا قلنا بدلاله دلتا دو سي، اذا هذه لن اعبر عنها. نعم، دلتا دو دو سي كتساوي دبليو في ديال تي جوج زائد دبليو في ديال بي زائد دبليو في ديال اه. نعم، ضروري نمثل الانتقال اللي عطاونا تمايا في الحركه تما هكذا، وبالتالي سيكون الشغل ديال تي جوج لا تي جوج سالب لان تي جوج مقاومه، وغادي يكون الشغل ديال بي موجب. عندنا المسافه المقطوعه ا بي هي دي، وبالتالي يمكن لي ندير حساب جزئي هنايا دبليو في ديال بي من ا إلى ب يساوي زائد ام جي في الدي في سينوس ديال الف. متفقين؟ سينوس ديال الف. نمشي لدبليو في ديال تي جوج يساوي ناقص تي جوج في الدي، واخيرا دبليو في ديال ار يساوي صفر لان ار متعامده مع ار. لتبقى العلاقة اللي طالبين منا بدلالة المعطيات، غادي تكون عندي دلتا دو دو سي تساوي، غادي يبقى لي هي ال جي لا ديال بي ان جي دي سينوس الفا ناقص تي جوج دي. هما شنو طلبوا مني؟ عبر عن تي جوج. إذا لازم تخصك تكتب ب ماشي هذه العلاقة المطلوبة باش نأطرها. إذا غادي يعطينا هنايا دلتا دو أس تي زائد إم جي في الدي في سينوس ألفا ناقص تي جوج في الدي، وهكذا غادي تعطيني تي جوج كتساوي اكتبوها بكيفية مباشرة. نعم، ناقص أو عطوها لي مختصرة ناقص ام جي سين دو الفا ناقص سينوس، هذه غادي تبدا لها جي غتعطيني ام جي. لاحظ ام جي سينوس الفا ناقص دي على دي غتختزل ناقص دلتا دو سي على تمام. هذه الصيغه المطلوبه ديال الشده ديال تي جوج. نعم، لا ولكن دي كاينه هنا وكاينه هنا وما كايناش هنا باش تختزل هنا. الا قسمت غتختزل هذه وهذه وغادي تضر على تحت دلتا دو او سي. هذا علاش قلت لكم بسرعه واحد نمررها في الدين ديالي. دلتا دو او سي شنو عطاونا؟ شنو هي المعطيات لحساب؟ شنو قالوا لنا؟ ما بين صفر. نعم، واخا حساب دلتا دو سي ياك
شنو هي دلتا تدوس سي؟ واحد هي واحد على جوج ان. دابا يمكننا نعملوا في بي مربع ناقص في ا مربع. عطاونا السرعه من المنحنى، من المنحنى في بي تساوي، ارجعوا من فضلكم للمنحنى. 0.8. نعم 0.8 من المنحنى في بي 0.8 متر سكوند ناقص واحد، وفي ا 0.5 شحال؟ 0.5 متر سكوند ناقص واحد. اذكر بان هذا التمرين عطاونا الشكل وعطاونا معاه المنحنى الممثل لتغيرات السرعه بدلاله الزمن. لاول مره نعمل في حركه ليست منتظمه لكي نطبق مبدا القصور او لكي نكتب ان دلتا دو اس تساوي صفر. في هذه الحاله عندنا حركه كيف كيتبين من الشكل اللي عندكم في الورقه بان حركه متسارعه، وسندرس ذلك السنه المقبله ان شاء الله. هي متسارعه بانتظام. اذا كانت داله السرعه بدلاله الزمن عباره عن دالة تآلفية أو دالة خطية فكتكون الحركة متغيرة بالانتظام. هذا غادي نشوفوه السنة المقبلة. ما يهمنا هو هذه القيم العددية اللي غادي نخرجوها من المنحنى. إذا يمكن لي نحسب دالتا دو دو سي هي 0.5 مضروبة في اس جوج هي 0.5 ما دار التطبيق العددي لهاد. نعم عملتي كل شيء. يلا شحال خرجت لك دلتا دو سي؟ نعم 0.8 مربع ناقص 0.5 مربع. شحال حسبتي دلتا دو سي؟ يلا هي اللي عندك جاهزه. لا عندي جاهزه ماشي. نعم وكيفاش حسبتي دلتا دو سي؟ حسبتيها؟ لا عملت تجوج وعوض سكشي كامل ام جي سي اف ما ماشي مشكل. يلا شي آلة حاسبة. صفر فاصلة صفر ربعة. إذن هي أربعة عشرة ناقص اثنان جوج. واخ إذن غادي نحسبوا دلتا دو أس الآن تجوج تساوي هي صفر. اعتذر هنا نفضلكم لكي لا يقع لنا خط في الكتل. هنا راه ان جوج، هنا ان جوج، هنا ان جوج كذلك صافي. اذا تي جوج كتعطينا هي 0.5 في 10 في السينوس ديال 30 هي 0.5 ناقص دلتا دو اس هي 4 في 10 ناقص 2 على الدي. شحال هي الدي؟ لا حيت نعم هي من المنحنى عطينا السرعه. اعيد هنا الحساب. قلت هذه هي 9 10 ناقص 2 لذلك كنقول خص يكون اكثر من حساب. اذا 9 10 ناقص 2 عندنا قلنا الحساب ديال في جوج هي ام جوج هي 0.5 في جي هي 10 في 0.5 ناقص دلتا دو اس هي 9 في 10 ناقص 2 على الدي. ستكون المعطيه اللي ناخذها 1 متر. الدي هنايا الدي 1 متر. وشنو عطاونا تما فيما بعد؟ نعم لا لا لان ما عندناش العلاقه ما بين ما كتعرفيش العلاقه ما بين في ما بين المسافه والسرعه. عندك العلاقه ما بين السرعه و والزمن. هذا اللي عطاوك في المنحنى تمايا متفقين. عطينا الزمن وعطينا السرعه. السؤال اللي غادي يجي من بعد بالنسبه مثل القوى المطبقه بتطبيق مبرهن الطاقه الحركيه بين كذا وكذا فاوجد التل مقرونه بتاثير الحبل بدلاله دلتا دو سي واف والدي. نعم الدي راها الفوق
والدي اللي هي 8 سنتيمتر. نعم اعتذر، هنا الدي 8 سنتيمتر هي 8 10 ناقص 2. ما عرفتش نعم الدي هنايا 8 سنتيمتر شحال؟ 37 في انتظار 1.37 نيوتن في انتظار يا ديك 1.37. إذا الدي هنايا ضمن المعطيات هي 8 سنتيمتر وعوضنا في المكان ديالها وعطتنا أن الدي جوج كتساوي 1.35 نيوتن. نعم هذا كان السؤال واحد جوج جوج واحد. فقط هي علاقات يكفي أن تكون لدينا المعطيات الكافية للحساب. في السؤال اللي كيجي من بعد دراسة الجسم أس واحد. نعم اللي رجع للجهة الأخرى. نعم هذا انت مازال هنا ثانيا دراسة الجسم أس واحد. نعم قلنا مثل القوة المطبقة عم حل السؤال الأول. بما أن أعطونا قوة الاحتكاك سنعمل على تمثيلها. Rn وهذه التي واحد. ننسى أن الحركة تتم هكذا. ثم بعد ذلك يطلب منا بتطبيق مباراة الطاقة الحركية. نعم بدلالة المسافة نفس السؤال تقريبا. إذا هذا كان جوج واحد والآن جوج جوج. مباراة الطاقة الحركية بين تي أ وتي بي نفس واحد قانون ديلتا دو أس سي. نعم نفس الطريقة ديلتا دو أس سي ديال أس واحد كتساوي دبليو في ديال بي واحد زائد دبليو في ديال أر واحد زائد دبليو في ديال تي واحد بطبع الحال من أ إلى بي. كيف قلنا بأن W ديال بي واحد يساوي ماذا؟ صفر. لأن بي واحد متعامدة مع الانتقال AB. W ديال R واحد نعم ناقص F في D. وأخيرا W ديال T واحد يساوي زائد تي واحد في الدي.
لنجمع هذه الحسابات الجزئيات العلاقة دلتا دو سي واحد اس واحد كتساوي ناقص نديرو هي دي في تي واحد طب من تي واحد لا داعي للتعميم ناقص اف في دي زائد تي واحد نعم تي واحد كتساوي هي دلتا دو سي ديال اس واحد على دي زائد اف هذه هي تي واحد. نعم قلنا التطبيق العددي دلتا دو اس سي واحد داك المنحنى اللي عطاونا تمايا نقول لكم لاحظوا انني تعمدت نكتب هنا دلتا دو اس سي ديال اس واحد. هل هناك فرق بين دلتا دو اس سي عموما دلتا دو اس سي ديال اس واحد ودلتا دو اس سي ديال اس جوج؟ لا ما كاينش الفرق في هذا التمرين. علاش ما كاينش فرق في هذا التمرين؟ شكون اللي كيحتم علينا النفس؟ نعم كنا سبقنا نعم نعم نفس الانتقال باش عرفت بان نفس الانتقال خصني نبرر بان دلتا دو اس سي ديال اس واحد تساوي دلتا دو اس سي ديال اس جوج. عطاونا هما المنحنى اس سي ديال اس جوج ياك وبالتالي كيف يمكن ان انقل دلتا دو اس سي ديال اس جوج الى دلتا دو اس سي ديال اس واحد؟ خيط الرابط بينهما او الرابط بينهما هو الخيط. وشنو الميزه ديالو؟ غير مالو. اذا كان الخيط مدودا فلا يمكن ان اكتب دلتا دو اس ديال اس واحد تساوي، وهذا ما عندناش في المقرر بطبيعه الحال. خصني نكتب هنايا غير باش نعطي تعليل. بما ان الخيط غير مدود فان دلتا دو اس اس واحد كتساوي دلتا دو اس ديال اس جوج. ولاحظوا ان حسبناها كقيمه عدديه بالتالي غادي تسهل علينا. لا زالت مكتوبه هنايا 9 في 10 ناقص اعتذر ما قلته ليس صحيحا. هذه العلاقه ليست صحيحه. لماذا؟ نعم عندنا دلتا دو اس سي حسبنا في واحد وفي واحد. بما ان الخيط غير مدود فان في ديال اس واحد تساوي في ديال اس جوج. السرعه متساويه يعني نفس الانتقال نفس السرعه لكن ماشي نفس. اذا دلتا دو اس سي ديال اس واحد كتساوي واحد على جوج ام واحد في بي مربع ناقص في ا مربع اللي هي 0.5 مضروبه في 0.1 مضروبه في 0.8 ياك. اذا كتساوي 0.5 في 0.1 في 0.8 مربع ناقص لا نكتبوا غير 0.5 مربع. عاد غتعطينا الان 0.01 اذا 10 ناقص 2 جول. اذا الخيط غير مدود فللجسمين نفس السرعه في اس واحد كتساوي في اس جوج واستنتجنا دلتا دو اس سي. اذا غادي نحسبوا تي واحد شحال هي؟ هي 10 ناقص 2 على 8 في 10 ناقص 2 ناقص او زائد 0.5 0.625 0.625 نيوتن.
نعم دلتا دو اس سي تكون 1 زائد 9 12 نعم لا رجعوا لدلتا دو اس سي شحال خرج 1.9 ناقص 2 اذا نعيد دلتا دو اس سي 1.9 ناقص 2 جول وعاد رجعوا الان ل تي 1.9 ناقص 2 على 8 10 ناقص 2 زائد 0.5 اذا 1.9 على 8 0.7 باش ما نكتبوش شيء حتى نتاكدوا شي نكتبوا عاوت من بعد نصحح اريد كتابه صحيحه للجميع نعم شحال 0.73 ناخذ اذا تي 1 0.73 نيوتن يلا دابا الان هذا سؤال جوج الان ثلاثة دراسة البكرة في كيف العادة سنرسم الشكل هنا دلتا سنمثل تي فتحة كنا سمينا هذه التي واحد غادي نسميو هذه التي فتحة واحد نعم وفي الجهة الأخرى تي فتحة جوج دون أن ننسى كاينة واحد آر فتحة هنايا وكاين بي ديال البكرة لا داعي لتمثيلهما لأن لن نحتاج نعم لن نحتاجهما في هذه الدراسة لأن غادي نديرو دراسة طاقية إذا شنو طالبين منا؟ بتطبيق بين أن تغير الطاقة الحركية للبكرتين بين التي أو التي بي تكتب على الشكل التالي نعم إذا دلتا دو أس سي كيف مبرهنة الطاقة الحركية دلتا دو أس سي ديال بي ديال البكرة وهما رمزوا لها بثلاثة كتساوي دبليو في ديال تي فتحة واحد زائد دبليو في ديال تي فتحة جوج زائد دبليو في غادي نكتبو مع دبليو في ديال بوتي بي كيساوي دبليو في ديال ار فتحة كيساوي صفر لاحظوا ما قالولناش كاين احتكاك لاحظوا ان ما قالولنا ما كاينش احتكاك وبالتالي ف ار من المفروض ان ار عندها كيف كنعرفوا دائما تاثيرين انها تحمل الجسم وانها تمنع الجسم او تعيق حركه دوران الجسم ما قالولناش كاين احتكاك وبالتالي نعتبر ان الشغل بجميع جوانبه منعدم سواء احتكاك او للحم وغادي تبقى لنا دلتا دو اس سي 3 كتساوي دبليو في ديال تي فتحه 1 زائد دبليو في ديال تي فتحه 2 نعم شنو التساؤل ديالك نعم 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 هذه مبرهنة الطاقة الحركية وما شنو طالبين منا هاد دلتا دو اس سي هاد دلتا دو اس سي 3 كتساوي لنا 1 على 2 جي دلتا اوميغا بي مربع ناقص اوميغا ا مربع وعندنا في بي كتساوي هي ار في اوميغا بي و في ا كتساوي ار اوميغا
وبالتالي نعوض هالدلتا دو اس سي ديال بي كيساوي واحد نديرو جي دلتا على جوج ار مربع في في بي مربع ناقص في ا مربع. نعم هذا الجزء الاول. نعم كان هذا السؤال خليه ثالث سؤال موالي. تعبير دلتا دو اس سي ثلاثة. تعبير دلتا دو اس سي ثلاثة. نعم وهذا عاد غادي نمروا هذا كان ثلاثة واحد. نعم غادي نحاول ننقل هادو هنايا هي دلتا دو اس سي كتعطينا كتساوي واحد على جوج جي دلتا اوميغا بي مربع ناقص اوميغا ا مربع واوميغا ا كتساوي هي في ا على ار واوميغا بي كتساوي هي في بي على ار. وبالتالي نعوض دلتا دو اس سي كتساوي واحد على جوج جي دلتا ار مربع في بي مربع ناقص في ا مربع. هذه دلتا دو اس سي كيطلبوا منا في 3 1. اذا 3 جوج طالبين منا ماذا؟ هو نعم عبر على دي جوج ناقصها. اذا دلتا دو اس سي 3 كتساوي دبليو في قلنا دبليو في ديال تي فتحة واحد زائد دبليو في ديال تي فتحة جوج مع دبليو في ديال بوتي بي كيساوي دبليو في ديال ار فتحة كيساوي صفر. اختصر متفقين؟ إذا دبليو في ديال تي فتحة واحد تساوي ماذا؟ أعطوني إما أن نستعمل العزم. لاحظوا أن المنحة ديال الدوران هو تي فتحة واحد هي ناقص تي آر في دلتا دو تيتا ياك. ولاحظوا في دلتا دو تيتا تذكروا هاد نعم وداك دلتا دو تيتا شنو هي؟ هي دلتا نعم هي دلتا دو اس على ار ودلتا دو اس شنو هي؟ هي دي على ار. وبالتالي غادي نوصلوا للنتيجة ان هاد الدبليو في هادي كنا خرجناها في تمرين سابق وعرفنا بان هي ناقص تي و ناقص تي فتحه واحد فاش في الدي ياك كنا برهنا عليها فيما سبق. بنفس الطريقه شنو غادي نكتبوا الدبليو في ديال تي فتحه جوج؟ نعم زائد لاحظوا ان هي تي فتحه جوج في الدي قلنا فقط نشير الى ما علاقه تي فتحه واحد وتي فتحه جوج ياك تفهم معايا شنو الشرط اللي كان يعطينا هذا الكتاب هذه كتل الخيط لا الخيط غير ذو كتله نعم ذو كتله مهملة وهذا شفناه ابتداء من الجدع المشترك. وبالتالي غادي تصبح العلاقة هذه أن دلتا دو أس 3 تساوي ماذا؟ تي جوج ناقص تي واحد في الدي. كتبان شي كتاب كتبان كاين الصوت مع هادو ديال العلاقه اللي طالبين منها. طالبين
نعم. نعم. ودلتا دلتا دو اس هنايا. دلتا دو اس بدلالة ار وشنو اخر؟ نعم. إذن إلا رجعنا للعلاقة دلتا دو اس ياك دلتا دو اس بدلالات دلتا دو اس وخاصها تكون تما ودي. نعم ودي الى خليناها بالعلاقه لا دلتا دو تيتا ماشي من المعطيات لا اذا تحط ما بدلالات دلتا دو اس ودي بدلالات اس ودي اذا تي جوج ناقص تي واحد كتساوي لنا دلتا دو اس 3 على الدي حنا غادي نشوفوا العلاقه اللي غادي من بعد واش تناسب بالطريقه اللي غادي نبيها ام لا صافي اذا تي جوج ناقص تي واحد كتساوي لنا دلتا دو اس 3 على الدي بعد ذلك يطلب منا بتجميع هذه الدراسات هذه وكيخصني نقلهم هذا السؤال رابعا عندكم العلاقات من بعد تعطيهم لي قال لك بتجميع العلاقات ديال الدراسه بثلاثه عبر عن عزم قصور اولا هي نجمع العلاقات هنايا هي تي واحد عطيوني التعبير ديال تي واحد شنو كان اللي اثرناها ام جي ام تي واحد نعم شنو قالوا لنا باش نرجعوا بتجميع العلاقات ياك عبر عن بدلالات معطيات التمرين ثم احسب قيمتها غادي نخليوها بالانجيلي ولا هذه واحد على جوج ياك واحد على جوج جي دلتا هذه مبرهنه الطاقه البكره نطلقوا من البكره واحد على جوج جي دلتا ماذا؟ أوميغا أوميغا بي هي في بي في بي مربع على ار مربع ناقص في ار مربع على ار مربع كيساوي لنا تي جوج ياك تي جوج ناقص تي واحد في الدي هذه العلاقة كل المعطيات عندنا تما بقات لنا كل المعطيات عندنا جاهزة غادي نخرج من هنايا جي دلتا ياك غادي نضرب في جوج وفي ار مربع تبقي معايا باغي هذه اولا غادي نكتب بان جي دلتا على جوج ار مربع جدا في بي مربع ناقص في ا مربع تساوي ماذا هي تي جوج ناقص تي واحد في دي في او في بي بدلاله معطيات عندنا ياك اذا غادي تعطينا جي دلتا كتساوي ماذا هي جوج ار مربع في تي جوج ناقص تي واحد في دي على في بي مربع ناقص في ا مربع هذا العلاقه هذه عندنا في بي عندنا كل المعطيات هنايا ار هي 10 سنتيمتر و تي جوج يلا حسبناها شحال كانت تي جوج 1.35 1.35
1.35 والتي 1 هي 0.73 و في بي 0.8 و في أ 0.5 شنو مازال ناقصنا تما دي 8 سنتيمتر. نعم قلنا التطبيق العددي. اذا جي دلتا تساوي جوج 10 سنتيمتر هي 10 في 10 ناقص 2 هي 10 ناقص 1 اس 2 في 1.35 ناقص 0.73 في 8 في 10 ناقص 2 على 0.8 مربع ناقص 0.5 مربع. قلنا الحساب. نعم. غادي نكتبوها في انتظار الصديقات ديالك والاصدقاء ديالك. 2.5 10 ناقص 2 كيلوغرام متر اس 2 انتظر هل تثبيت هذه القيمه او تغييرها. عمليا يستحسن في الاله الحاسبه ندير هذه فهذه يساوي كذا الى غير ذلك. نبدا مثلا 1.35 ناقص 0.73 يساوي نضربها في جوج الى غير ذلك باش ما نخطاش في الحساب العددي. تبارك الله شحال الالات الحاسبه سمعت يلا اجابه واحده. جوج فاصلة أربعة وخمسين عشرة ناقص ثلاثة ولا ناقص اثنان. واخا انتظر إجابة أخرى. عاودي مرة أخرى عاودي بجوج بكم. مازال ما وصلتيش. هنا 8 في 10 ناقص 2 8 في 10 ناقص 2 وتفكروا راسكم في فرض وكتحسبوا. نعم لا شوف هي 10 في 10 ناقص 2 الكل مربع هي 10 ناقص 2 مربع. نعم ناقص 3 هذاك الآلة الحاسبة. نعم هي شحال؟ 25.4 سأعيد 1.35 ناقص 0.73 يساوي ضربة في جوج جوج فاصلة أربعة وخمسين عشرة ناقص ثلاثة. جوج فاصلة أربعة وخمسين عشرة ناقص ثلاثة. يلا. إذا حاولوا تردوا بالكم في الحسابات
والواحد يتدرب كثيرا على الآلة الحاسبة، صافي؟ إذن هذا كان السؤال الأخير ديال التمرين الأول.